هو انفجار، بس مش انفجار اقتصادي، هو انفجارات بسبب الحر الشديد. وانا ما بقتش فاهم، احنا طبعا قرينا من يومين على اللي حصل عند محمد هنيدي فناننا الكبير الرائع جدا، يعني انه التكييف عنده حصل فيه انفجار فأدى الى حريق في الشقة. انا ما اعرفش يعني ايه تكييف يحصل فيه انفجار يعني، ومش فاهم ده معناه ايه. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عمر مكرم، رئيس قسم الهندسه الكهربائيه في المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا في المنيا الجديده. اهلا بيك يا دكتور عمر. مساء الخير استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا حضرتك. انا عمري ما سمعت عن التكييف بينفجر. التكييف بينفجر ليه؟ هو خلينا نقول الاول نفهم يعني ايه جهاز تكييف الاول. الجهاز التكييف في الاساس بيتكون من جزئين. الجزء الاساسي الاولاني هو وحده الضغط الخارجيه، وديت بتبقى عباره عن كومبريسور بيضغط غاز التبريد بتاعنا. وده بيكون متوصل بموتور كهرباء. ماشي. موتور الكهرباء ده هو اللي بيشغل الكومبريسور، والوحده الداخليه اللي هي مسؤوله عن توزيع الهواء البارد داخل الغرف او مزبوط. داخل الاوض يعني. اللي بيحصل بقى ان انت استهلاكك للكهرباء مع زياده درجه الحراره في الوحده الخارجيه بيزود الضغط اللي بيضغط غاز التبريد ده. ولما يبقى في فرق في الضغط عالي مع درجات الحراره العاليه، ده بيؤدي الى حدوث الانفجار اللي ممكن يحصل في الوحده الخارجيه. طب ده اسبابه ايه؟ بيرجع لاسباب كثيره جدا، منها اهمال عمليه الصيانه الدوريه للفلاتر الهواء للوحده الداخليه. ماشي. وده بيؤدي الى حدوث ان في شوائب بتتراكم على الفلاتر دي، فبتؤدي بعد كده الى اعاقه مرور الهواء التبريد، تدفق الهواء. بالظبط. وبالتالي لازم تبقى في صيانه دوريه للفلاتر. الحاجه الثانيه هو ان احنا ممكن نعمل عمليه حاجه اسمها لود مانجمنت. يعني ايه لود مانجمنت؟ اداره استهلاك الكهرباء داخل الاوض او داخل المباني عندي. ما ينفعش ان انا اشغل كذا وحده تبريد في وقت واحد، او اشغل كذا وحده او كذا جهاز عندي ليستهلك طاقه كهربائيه كثيره جوه المباني. ده بيؤدي الى انخفاض الموتور. احنا قلنا دلوقتي في موتور، الموتور دوت بياخد طاقه كهرباء. وبالتالي لما اشغل كذا جهاز في وقت واحد، ده بيؤدي الى انخفاض التيار اللي بيحتاجه وحده الموتور اللي بتشغل الكمبريسور. طب ده هيعوض، انا عندي ضغط هنا تريون مضغوط او في غاز تبريد مضغوط عايز تيار معين او عايز ضغط معين. لو قل بيبدا بقى يزود يسحب بقى تيار اعلى، فبيؤدي الى حدوث مس كهربي للموتور اللي بيشغل وحده التبريد بتاعي. وده بيؤدي المس الكهربي ده بيؤدي بعد كده لحريق، ثم يؤدي الى انفجار وحده التبريد. طب هنا في نقطه حضرتك ادرى مني طبعا مما لا شك فيه يعني، بس عشان اسحب تيار اعلى وارد، لكن هو كده كده في وحده لتوزيع التيار والقدره بتاعته بتاعت التحميل اللي داخله على موتور الكهرباء اللي بيشغل بعد كده الكباس او الكمبريسور. ففي وحده جوه التكييف بتحول دون دخول تدفق عالي للتيار. تمام حضرتك. ده كده معناه انها بقى بايظه هي كمان. ده بياخدنا للاجهزه الحديثه حاليا. طبعا احنا بنتماشى مع خطه الدوله للتنميه المستدامه 2030، اللي هي بتقول للمواطن اعمل عمليه ترشيد واستهلاك للطاقه الكهربائيه. طب علشان اقدر اجبر المواطن ان هو يعمل عمليه ترشيد، بعمل ايه بقى؟ باجي على اجهزه التكييف الحديثه بحط حاجه اسمها وحده انفرتر او محول تيار كهرباء. محول التيار الكهرباء ده الانفرتر في الاجهزه الحديثه ده بيساعد ان هو يعمل عمليه تقنين لاستهلاك التيار الكهربي لوحده الكمبريسور الخارجيه او الكباس الخارجي، بحيث ان انا لما هوصل لدرجه حراره تبريد معينه فهشتغل بمعدل تدريجي لاستهلاك التيار الكهرباء. مظبوط. لكن لما هيبقى الوحدات القديمه ما كانش فيها وحده انفرتر، ما فيهاش انفرتر، فبالتالي كان عمليه مرور التيار الكهربي ثابت معايا عشان اضمن ضغط الهواء البارد داخل الكمبريسور او داخل وحده التبريد الداخليه يبقى بيمر معايا. فبالتالي كان مثلا وليكن بيستهلك 3 امبير او 5 امبير، ده ثابت. لكن مع وحده الانفرتر بيحصل تدريج بقى في الاستهلاك، ينزل بقى من 5 ل 3. طب واللي عنده جهاز قديم هيعمل ايه؟ هو بيعمل لازم يعمل هنا صيانه دوريه، لازم الصيانه الدوريه يطلع. والفلاتر صيانتها سهله يعني، ده بتتفتح من قدام وتتاخد وتتعمل بفرشه وتتشطف بالميه تنشف يركبها تاني. بالظبط حضرتك. لكن عايز اكد على نقطه حاجه اسمها اللود مانجمنت زي ما قلت لسيادتك، ان احنا لازم ما نجيش نشغل الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا مره واحده، لازم نعمل عمليه اعاده تدوير او اعاده التنظيم لعمليه استهلاك الطاقه الكهربائيه بتاعتنا. ما ينفعش اشغل غساله وثلاجه وكذا وحده تكييف مع وقت واحد.
يبقى نعمل ده متبع في اوروبا وفي امريكا، ان هو بيبدا يعمل عمليه كونكشن او تواصل بين الشركات الكهرباء وبين المستهلكين، بيقول له والله انت تقدر تشتغل دلوقتي بكم جهاز عندك كهرباء في الوقت الحالي، عشان يقدر يعمل ايه عمليه تقنين لاستهلاك التيار الكهربي اللي بيشتغل بيه المواطن جوه المنزل بتاعه او جوه المبنى بتاعه. وخاصه في ساعات الذروه، يعني ما اجيش انا عند ساعات الذروه بتبقى مثلا عند متراوحه من الساعه 5 للساعه 7 المغرب، واروح مشغل كل الاضاءه بتاعتي او كل الاجهزه الكهربائيه بتاعتي جوه المبنى. لا، انا اعمل عمليه اعاده استهلاك او اعاده تنظيم لمرور التيار الكهربائي عندي جوه المبنى، ودي مهمه جدا. طب هل في اسباب ثانيه يا دكتور عمر؟ يعني انا ما اظنش ان التكييفات اللي عندي هنا دي تكييفات يعني من التكييفات المتقدمه، تكنولوجيا قديمه، يعني اكيد وارد، يعني مش هقدر اقول اكيد برضو، بس الوارد جدا انه تبقى تكييفات حديثه وفيها انفرتر وكل الكلام ده. فيجي هنا السؤال، هل في سبب ثاني لانفجار اجهزه التكييف؟ ما هو هيبقى شقين، الشق الاولاني اما ان هو نتيجه ارتفاع درجات الحراره العاليه اللي ادت ان هو يشغل اجهزه كثيره وحدات تكييف عنده في المنزل، فبالتالي ما فيش استهلاك محدد او استهلاك حصل استهلاك كبير مره واحده للتيار الكهربي، فده ادى الى ان حصل ماس كهربي جوه الموتور اللي بيشغل الكباس بتاعه او الكمبريسر بتاعه، ومن ثم هيؤدي الى حدوث حريق وبالتالي هيؤدي لانفجار، او ان حصل انسداد المواسير الخاصه بالمكثفات اللي بتعمل عمليه توزيع للهواء البارد جوه التكييف، وحده التكييف، وبالتالي نتيجه مرور الزمن او حصل انسداد في المواسير ديت نتيجه عمليه عدم الصيانه الدوريه، وبالتالي ادى الى ان زياده حصل بريشر عالي او ضغط عالي مره واحده جوه المواسير، فبالتالي ادى الى حدوث هذا الانفجار في وحده الكباسه الخارجيه. احنا بنأكد على نقطتين، لازم نعمل صيانه دوريه، الصيانه ولازم ناكد على نقطه ان هو اعاده اللود مانجمنت جوه المباني، لازم اقنن او اقلل استهلاك التيار الكهربائي، ما ينفعش اشغل كل وحدات الكهربائيه عندي جوه المبنى مره واحده، لازم يبقى فيه تقنين لعمليه استهلاك الاجهزه الكهربائيه خاصه اللي عنده كذا وحده تكييف جوه المبنى، ما ينفعش اشغل كل وحدات. طيب التكييفات القديمه دي ينفع يركب لها انفرتر عن طريق الوكيل حتى؟ لا للاسف ما ينفعش. لازم هنا بيبقى هي الحاجه الوحيده ان انا ممكن احدث الكباس بتاعي، ان انا ابدا اغير الكباس بره وبغير. لا، ده اللي هيغير كباس يبقى هيجيب تكييف جديد، لانه هيغير الوحده الخارجيه فقط. كانه جاب تكييف جديد، يعني اصلها يعني تكلفه بنت لذينه، يعني نص التكلفه تقريبا. ما اظنش اليومين دول الحكايه مش سهله برضه يا دكتور. على العموم مرت عليا كذا حاله، يعني والله كان مع راجل الصيانه، يعني هي بتدي تقريبا نص التكلفه. يعني يعمل كام كده تقريبا؟ يعني احنا لو قلنا مثلا واحد وربع حصان دلوقتي بتكلف 4000، لو شاف حاجه كويسه واحد وربع، واحد ونص بقى، مش واحد وربع، يعني واحد ونص واثنين وربع وثلاثه وخمسه، يعني بس يعني ماشي. يعني في حدود 4000 5000 ده الواحد ونص. طب ما هو برضه 4000 ماشي. دلوقتي التكييف الواحد ونص حصان ده عامل قد ايه دلوقتي عندك يا عموره؟ عموره غاشه عنده توكيل تكييفات صغير. والله انا مش في السوق عشان اقول. لا ده انا بقول لعمر، بقول لعمر زميلنا المخرج. لا دكتور عمر هقول لك يا عموره برضه. لا مش كده، انا ما وصلتش للمرحله دي برضه يا دكتور. حبيبي يا دكتور، ان كنت انا احب ان انا اقول لك يا عموره نبقى اصدقاء، يعني والله ده انا اتشرف. اتشرف يا دكتور، ربنا يخليك. خد بالك انا ساقط اعدادي هندسه يا دكتور، فيعني هتلاقي في بيننا بعض المشتركات. لا ده انا شرفني وسعدني طبعا. لا يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. الله يحفظ حضرتك، شكرا ليك يا دكتور عمر، كل الشكر. دكتور عمر مكرم، رئيس قسم الهندسه الكهربائيه بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا والمنيا الجديده. انا نسيت خالص ان انا بكلم عمرو زميلنا المخرج، وانه دكتور عمر اقول له يا عموره اعمل ايه. هو بالمناسبه اسعار التكييفات بقت غريبه جدا، لانه على لما حصلت القصه بتاعت هنيدي فانا قعدت اقرا اشوف التكييفات والتكنولوجي بتاعتها وبتاع ومش عارف. فبطبيعه الحال وانت بتعمل البحث او السيرش على جوجل فبيروح بقى غصب عنك بيطلع لك بقى اسعار التكييفات اليوم، لقيت الاسعار تخوف. انا زمان لما جيت اتجوزت فاشتريت تكييف واحد ونص حصان، واحد بس، يعني ما قدرتش اجيب للبيت كله، هو كان واحد اللي جبته، كان وقتها الواحد ونص حصان ده ب 1500 جنيه، فكنت حاسبها كده، واحد ونص حصان يبقى 1500، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ده انا لقيت واحد ونص حصان ده ب 12,000 جنيه وب 13,000 جنيه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ حاجه غريبه جدا.